السلام عليكم طلاب، نبارك لكم الشهر الفضيل، نبارك لكم الولادات الميمونة، نسأل الله أنه ترفع هذا الغمة عن هذه الأمة. طلاب، احنا بهالأسبوع يعني راح نعطيكم مثل الاستراحة، يعني ما عدنا فد محاضرة، مجرد أنه اللي إجتني أسئلة حول المحاضرة اللي فاتت لها أصلا بسيطة يعني، فاللي إجتني أسئلة راح أطرحها يوم غد إن شاء الله، أو يعني هي بمحاضرتنا اللي هي اليوم، لأن أنا راح أنزلهن اليوم. المهم طلاب، تركت لكم في الكويز بسيط سؤال، طبعا الغالبية جاوبوني، لكن إنه جاوبوني ما يعرفون الجواب، يعني واحد يسمع من الثاني. السؤال هو suggest the electronic circuit and electronic circuit to create an MP3 file similar to audio converter software، يعني يشبه الاوديو كونفرتر. هسه ليش بالضبط اغلب الطلاب شنو جاوبوني؟ ونباوع اغلبهم هم حصلوا شنو مباشرة، انا اشوف الجواب مالتهم وانطي مباشرة درجة 5 من 5، يعني ذاك من ذاك اللي غلط، والغلط هم مو صوته، لأنه يعني ما انتبه بالمحاضرة. أنا قاعد دائما أقول لكم تبهولي بالمحاضرة، إذا ترجعون باليوتيوب تلقون عن الحاجة هذا الموضوع. فقال الـ MP3 is an audible an audio file audio file that recorded as an audible frequency. شنو audible frequency؟ without noise. هسه طبعا انا اعطيتكم 5 واطلبكم 5 درجات، يعني انا رايدها من 10، بس انطيت قلت هسه اول شيء انه خليتكم ترجعون انتم للدرس، وكلكم يعني اللي ما مسلم لي هوم وركات اجى دخل للكوز وحصل 5، يعني عاف ال50 هذيك المهمه وهو ما مسلم ولا تقدير ولا هوم ورك، اجى على ال5 درجات. فهاي ال5 درجات ما دام اجيتوا كلكم تقريبا اجيتوا لها، يعني ذاك من ذاك اللي ما يدري بالموضوع، هاي ال5 درجات انطيكم بعد 5 راح تصير 10، ترجعون اغلبكم رجعت لكم الدرجة، بعدين راح اغيرها. اريد why you choose this answer، يعني ليش اختاريت هذا الجواب بالضبط، يعني بس اريده بالانجليزي حتى انه شنو شرحك. هسه انت ما تقدر لان انت مهندس، بعد اريده بالانجليزي ليش اختاريت هذا الجواب، يعني اكو مثل قال لي ريجوليتر، ليش اختاريت هذا الجواب؟ اذا جوابه مقنع حتى لو هو خطا، ريجوليتر خطا بس جوابه مقنع اقبل لي، بس كوني جاوبني، وما اريد واحد يجاوب مثل ما انتم هسه بجروب، واحد بلغ الثاني راسا جاوبته اخذت الجواب الصحيح ودزيته للبقيه. باكر ينتهي الساعه راح اغيره، باكر الساعه بالعشرة بالليل، باكر بالعشرة بالليل ينتهي، او يعني باكر الاحد اللي هو اليوم الاحد نقول راح يتغير السؤال، وانتم ترجعون تجاوبوني بالكومنتس. هسه شلون هنا أنا مثل الجواب، مثل نقول اكو بعد مثل حميد عباس مجاوبني هنا، اكو كومنتس جوه كومنتس اد برايفت كومنت، هاي الكومنت بس مجرد انه يجاوبني عليها وخلاص. اوكي، وتقريبا هسه الكل يعرف الحل، لكن انه مو بالسهولة انه انتم تعرفون ليش اختاريته، فلهذا 10 درجات للي يعرف ليش اختار الجواب الحقيقي. واذا عندكم سؤال، اذا عندكم سؤال عن المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة اللي قبلها ارسلوا لي، حتى انا اقدر الخص لكم. اليوم راح الخص، اكو عندنا سؤال يا المهمات من الطلاب جوني، راح الخصن وهم ادز لكم اياه باليوتيوب. بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا المرحلة الثانية. نقول هالاسبوع احنا المحاضرة يمكن راح تكون جدا قصيرة ومو صعبة، لكن الاسبوع الجاي ان شاء الله هم نبدا، واحتمال الخميس انطيكم في ملاحظات بسيطة، الخميس على الجمعة انه تاخذون في محاضرة بسيطة او مقطع بسيط. تحياتي الطلاب، وانتظروا من عندي بعد يوتيوب
انه يشرح سؤالين من أسئلة الطلاب الضرورية اللي طلبوها. تحياتي.